وقف ربيع القلوب التابع لجمعية الذكر الحكيم بمحافظة أملج، حسنات تجري لك ولمن تحب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتزودوا منها تنفعكم يوم الانقطاع، والتمسوا الخيرية في علمه وتعلمه. ساهموا معنا في دعم هذا الوقف المبارك بمئة ريال، لك أجرها في الحياة وبعد الممات. الموفق من على كتاب الله أنفق. أشعرنا بعطائك بعد التبرع على الرقم 0555-439-466. لا تجعل هذا المقطع يقف عندك، أرسله لغيرك، فالدال على الخير كفاعله.